فغير معقول. هذه مؤسسات شريعية، إذا كنا إحنا ما كنحترموش القانون وما كنطبقوش بطريقة سليمة، كيفاش بغينا المواطنين يطبقوه بطريقة سليمة؟ حالة الجدل التي أحدثها إقرار جواز التلقيح في المغرب لم تقتصر على الشق الشعبي في البلاد، بل تطورت إلى مشادات كلامية بين أعضاء مجلس النواب في وقت منعت نائبتين من الدخول إلى مبنى البرلمان بحسب فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. والخميس الماضي بدأ العمل بجواز التلقيح ضد كوفيد 19 للعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي والسفر إلى الخارج ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما. عم سيدنا ابن الكرم، شكرا سيد رئيس نقطة نظام من أجل النظام الداخلي. نعم سيد. عندنا الدستور الفصل 6 والفصل 64، وعندنا النظام الداخلي الفصل 10 والفصل 358. هذه مؤسسات شريعية سيد رئيس. نعم. الآن يتم رفض أو منع جوج ديال السيدات النائبات من ولوج هذا البرلمان بدعوى ما عندهمش يعني جواز تلقيح، ولكن عندهم PCR نيجاتيف. فغير معقول، هذه مؤسسات شريعية، إذا كنا إحنا ما كنحترموش القانون وما كنطبقوش بطريقة سليمة، كيفاش بغينا المواطنين يطبقوه بطريقة سليمة؟ فلذلك السيد الرئيس، أنا أدعوكم أنتم من منصب ديالكم مع الرئيس ديال المجلس مع المكتب أن تتخذوا ما يلزم باش يجيو هاد السيدات والسادة النواب باش يكملوا معنا، وإلا غنكونوا في واحد الممارسة اللي هي غير ديمقراطية. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. تفضلوا سيد النائب المحترم. سيد رئيس، في نفس السياق وطبقا للدستور والصفة النيابية اللي كيعطيها لنا النظام الداخلي والدستور، اليوم أولا ندين الهجمة الشرسة اللي تعرضوها المواطنين والمواطنات، ندين كذلك التعسف ديال المواطنين في الشارع. مسألة ثانية، نتضامن مع جميع الطلبة، ماشي غير مجلس النواب، كاين طلبة وكاين مواطنين ومواطنات تمنعوا من لي كونكور، تمنعوا باش يدوزوا لي كونكور. اليوم السيد النائب المحترم، اليوم نتضامن، إذا سمحتوا السيد النائب المحترم، إذا سمحتوا رجاء رجاء السيد النائب المحترم، رجاء إذا سمحتوا السيد النائب المحترم، رجاء حنا خصنا نعطوا القدوة والنموذج على تطبيق القانون واحترام القانون. النظام الداخلي واضح، نقطة نظام تكون في أمرين لا ثالث لهما، أمر يتعلق بالتسيير أو يتعلق بتطبيق النظام الداخلي، ولكن عدا ذلك لا يمكن أن يكون موضوع نقطة نظام. شكرا سيدنا ابن محترم.